لبر على الويك سايد لنادي ايضا فادي مغربل، بيخترق بيعمل درايف وبس يلي طبعا خلى هوبس يخسر مباراته امام الرياض. سجل ارزلقوم عم يدافع عليه، بينقلها لتاني ميل على الويك سايد مع فادي مغربل، بياخذ المحاوله الثلاثيه وبينجح فيها المغربل. خامس محاوله ثلاثيه ما بينجح فيها ناريك بدوره ايضا. فادي مغربل بيروح باتجاه السله اول ذا واي، فادي مغربل بتسعه لخليل عون يلي بحط فادي مغربل تحت السله. كريمي ايضا بالدريبلينج، حلو كتير يا كريمي، حلو كتير والاحلى من فادي. كانت النتيجه رح تكون اكيد اكبر بكتير. الريباوند اليوم بلك الريباوند عم بيكون خليل عون مع فادي مغربل، حلو كتير. الملعب عبد بيروتي والفاست بريك، هل في استعراض دنك؟ نعم استعراض. جيسون بيلعبها لعند فادي، بيعمل بنتريشن على الباسكت، عم بدافع بيسجل خليل تحت السله، كثير حلو من خليل مغربل، بيسجل مغربل ريباوند لخليل عون، وهيدي اسس تجديد ومغربل بسجل هالمره. عون اخترق على الباسكت باس اكت 3 بوينت، مغربل بيسجل ريباوند كريس معلوف، مغربل عم بدافع عليه لكريس المغربل لحبيب من جديد الغنطوس، حلو الفيك، حلو الفيك من فادي مغربل وحلو اولى سل وعم يسجل بهالمباراة بالمقابل طبعا رح تكون ايضا من برا كانت لانيبال وايضا ستيل من المغربل يلي عم بيعوض الخطا يلي ارتكبه. وجابرييل صليبي حلو كتير من جابرييل، حلو كتير 10 للصليبي مقابل 22 نقطه، وايضا المحاوله ناجحه هون من فادي عم بيكون طف ايضا من اطلس حبيب عبد الله. فادي مغربل على ارك الثري بوينتس ايضا فاست بريك بلوك شوت ومجد 3 بوينتس جديدة اوه من مسافة كثير بعيدة. أجواء رائعة على بنش المتحد وأيضا ثلاثية